احنا بنحلم برئيس مدني. عمر الشعب المصري ما خاف من القوات المسلحه ابدا. احنا عايزين ناس مننا تعبانه زينا تطلع تقدم مطالب. انا بطلب حريه وعداله اجتماعيه. اولا اللي احنا طالبنا فيه في 25 يناير ما كانش لنا دعوه بالريس ولا بفلان ولا بعلان. احنا كنا نازلين عشان النظام نقول عيش، حريه، عداله اجتماعيه. انا ام محمد هتفت ميدان التحرير من 25 يناير وانا قاعده هنا في الميدان بنساند الجيش بنساند الداخليه. فاحنا بصراحه من ساعه ما من ثوره 25 يناير واحنا ما بنستغناش عن الميدان. في اي حاجه بتحصل تلاقينا احنا موجودين. دوبنا احنا بنيجي هنا بنقف على الضابط وبنقف على العسكري قبل كل شيء، وبنيجي لما بنلاقي اي حد غريب هنا بنيجي لمؤسسه بناخده للشرطه لما بنلاقي اي حد غريب في وسطينا. دي انتخابات مجلس اللي معاه فلوس. معلش هات لي واحد من الشعب يقدر على التكلفه ويقدر على المصاريف ويقدر. يعني انا اقول لحضرتك احنا انا في منطقه شعبيه في شبرا الخيمه عندي اللي عارضين اساميهم لحد دلوقتي 38 اس. اتحداك لو فيهم واحد يعرف الدستور فيه كم ماده. لان في ناس غالبه كتير في مناطق شعبيه ما بتعرفش توصل لمصلحه حكوميه لاي حاجه. ممكن يكون نائب محترم نائب كويس يحس بالغلبان اللي في منطقته يوصله اللي هو عايزه. انا عاوز ناس جديده، عاوز يعني شاب يمكن اصغر مني يعرف ان الله حق. أنا برشح أي ست جدعة تعبت في الميدان وبتمنى أشوف واحدة ولا اثنين من ميدان التحرير يكونوا في مجلس الشعب. مجلس الشعب ده نص اللي داخلين دول ثلاث أرباعهم ما حدش فيهم يعرف يعني إيه طلب إحاطة أو يعرف يعني إيه بيتقدم لمين. عيب، هم خلوها خل. جسمي اتحرق بردك بالنار وبردك مازال بنزل. فقدت الذاكره بتاع 3 4 اشهر وبردك بنزل بعد ما عالجوني وعملوا لي عمليه ترقيع في جسمي وبردك بنزل. انا منصبه في ركبتين الاثنين مرميه من فوق الجبل في مكتب الارشاد. هتلاقيني انا قدام الدبابه وبضرب زي اي راجل زي اي شاب. مش انا بس، كل الستات المصريين. الهتاف اللي ينطبق على المرحلة دي شرطة وشعب وجيش ايد واحدة رغم انفك. انف مين اللي على راسه مطحن؟ الستات الوحيدة اللي وقفوا وحاربوا الارهاب ستات مصر. هو معلش هو مجلس الشعب دلوقتي اللي جاي مهزوز خالص، بس ايه لابد ان المنظومة تكتمل عشان مصر تتقدم، لان مصر هي حزام الأمة العربية.